مشينا عندها قالت لك عطاني 4000 ريال، قالت لك وفاش نض حيدها ليا، وقالت لك دخل عندي وخرج مع الخمسة الصباح، قالت لك عنده الخاتم، واللي قالت لك عنده تيدي دار الماسك على وجهه، واش الحمق يدير الماسك على وجهه، قالت لك عنده اللحيه، الولد عندنا ما عنده لا لحيه لا والو. كان في الاسبوع تلاقاتني المراه قالت لي، قلت لها شوفي ولد لوسي هاش دار وهاش دار، شوفي اللي تيقول حمق. قالت لي سكتي فاطمه ما ديش انت التقليد مع الناس، ولد لوسك راه بيت معنا في الاسبوع، راني نمشي نشهد بها قدام الله وقدام المخزن، انا نشهد بها. الطالب ديالنا يبان الحق تاع حد المراه، ويبان مول مولف عليه يبان، كان راجل يبان، كان ولد يبان، كان اللي كان غادي يبان، حنا بغيناه يبان. تالا كان هو، وحنا بغينا التحليل، هاد التقاشر يديهم يديروا لهم التحاليل باش نعرفوا شنو كاين، علاش الحوايج تسبنوا؟ ما يتسبنوش الحوايج، يجلسوا هكاك. هذاك الصباح يغوطوا للجدرمي ويجيو يديو كل شيء ويديوها، ويديروا لها التحاليل باش تعرف الحقيقة. ما داروا لها والو. سيمانة عاد نشرت الأخبار، تا جيتوا أنتوما عاد بان هاد الشيء هذا. عاد قال لك لا وهذاك راه ذاك الحمق هو هادي. وهي ما عندهاش الضو، قال لك شافته في وجهه وعرفاتو. اللي غيغتصبها وعنده العق يقولها شكون انا؟ ما يقولها شكون انا؟ هو بالعاني هذا اللي جدل لها هذا الشيء، بالعاني عرف هذاك حمق لصق ليه لصق ليه هذاك الشيء باش يديه هو. وهو الاخر غيمنع منا. بغينا الا كان هو اللي دارها هذا الحمق بغيناه يتعالج ويتعاقب، الا كان ماشي هو بغينا يبان هذا مول القضيه، بغينا يتبع البحث مزيان. حقا من ليا ابني تتعب عفقوا هذا.